ما قاله السيد كارني بخصوص عدم جدية الطرفين في استدامة الهدن التي تم الإعلان عنها مرارا، والآن هناك حديث على ما يبدو في جدة باستئناف المحادثات من أجل هدنة خلال عيد الأضحى. هل برأيك أن المساعي الأمريكية السعودية حتى الآن لم تنجح في الضغط على الطرفين في التوصل إلى هدنة طويلة الأمد؟ لا، بالعكس، انا افتكر انه المساعي نجحت في ان صنعت الهدنه الاولى 24 ساعه وكانت ناجحه جدا وصامده، وصنعت الهدنه الاخيره 3 ايام كانت لحد كبير ناجحه، في اليوم الاخير كان في بعض الخروقات. الان حسب متابعتي يتم في جده نقاش مهم حول وقف دائم لاطلاق النار، وده هو اعتقد انه هذه هي القضيه الاهم. السودان قبل أيام تم عقد مؤتمر بخصوص الإعادة التي المفروض تقدم للسودان، كل تم جمعه أقل من احتياجات بكثير، بالتالي على قائدي الحرب الالتفات لشعبهم، لأن العالم لن يكون أحرص على شعبك منك. فالآن السودانيين لا يجدون تقريبا اغلب الغذاء، فيه مشاكل، ونحن على وشك نمشي مرحله متاخره اذا ما تم معالجه هذه القصه. الامراض التي لا تقتل ابدا في اي مكان في العالم حاليا تقتل في السودان، هذه مؤكده وعندنا متابعات. الان اي شخص عاوز يطلع من منطقه النزاع صعب جدا يطلع يغادر المكان، والأسوأ في دارفور في مشكله اتصالات. يعني الآن الانتهاكات التي تتم في الخرطوم يتم التوثيق لها، يتم العالم يتابعها، يتم الضغط على الجهة التي ترتكب الانتهاك، لكن في بالذات في غرب دارفور لا يدري العالم ماذا يحدث بالضبط. بشكل عام في تقييمي أنه منبر جدة نجح في أنه يضغط على الطرفين في أنه يحقق الهدنة الأولى الصغيرة والهدنة الكبيرة، ومن المؤمل لحد كبير أن ينجح في هدنة العيد التي سيعقبها إن شاء الله وقف دائم لإطلاق النار، واللي هي بعد حنمشي لمرحلة التفاوض السياسي، هذه القضية الأهم. نعم، تقول هذا من باب الأمل أم من باب؟ لا، من باب المتابعة. كيف يعني؟ من باب المتابعة مع المنبر، مع يعني هدنة العيد ممكن أن تكون هدنة الوقف الدائم لإطلاق النار. هدنة العيد سيعقبها النقاش حول هدنة الوقف الدائم. لا أعتقد أن هناك هدنة ستلي هدنة العيد، سيكون في الغالب يتم الآن نقاش إنه وقف دائم لإطلاق النار. ما هي النقاط التي يمكن أن يضغط بها الطرفان الأمريكي والسعودي بشكل جيد وفعال على طرفي النزاع في تقديري؟ إلى حد كبير العقوبات نفسها الأولية التمهيدية نجحت في الإشارة إلى أن هناك عقوبات أكثر في الطريق سوف تمضي، لكن أنا أعتقد إنه حقيقة الطرفين وضح لهم تماماً إنه الشعب السوداني على وشك، يعني الدولة السودانية على وشك الدمار، الخروقات أصبحت أكثر بشكل كبير. هم الطرفين إذا انتصر أحدهم لن نجد من السودانيين من يؤيده، لأنهم فعليا الدعم السريع انتهك انتهاكات واسعة جدا. الجيش السوداني قتل العشرات بالطيران، الطرفين ارتكبا جرائم حرب، بحيث أنه إذا لم يتوقف الآن لن يجد المنتصر منهم إذا هذا حصل بعد سنوات أو أشهر من يؤيده داخل السودان ولا شخص. دعنا نتناول سلاح العقوبات سيد حمزة في اتجاه. نعم.